السؤال اللي جاي سؤال فيه معلومة، اللي هيعرف يخطف المعلومة الغلط هياخد العشر نقط. زي معلومة خبيثة شوية. سرعة البديهة والسؤال هو، ما هي المعلومة الخاطئة بالنص في الصورة؟ إبراهام لينكولن هو الرئيس 15 للولايات المتحدة الأمريكية، ملقب بمحرر العبيد، وساهم في القضاء على الحرب الأهلية، وهو أول رئيس أمريكي يتم اغتياله. هو أول رئيس أمريكي يتم اغتياله؟ ما فيهاش حاجة غلط، هو فعلا أول رئيس أمريكي يتم اغتياله. أحمد إبراهيم، إجابة خاطئة. أنا عايز بس الغلطة في إيه؟ ملك لينكولن كان لازم تفكروا بصراحة، خسارة. ملك، إجابة خاطئة. الخامس عشر هو السادس عشر. مش عايز منكم الإجابة الصح حتى، بس لو كنت فكرتوا إن هو مش الخامس عشر، يعني أحمد إبراهيم أنت فكرت، ممكن معلومة إن هو مش أول رئيس تم اغتياله تبقى معلومة غلط فعلا، فأنتوا كان لازم تركزوا في الرقم التاني. هارد لك.